ضربة جديدة للإخوان في تونس ومخططاتهم الإجرامية. عودة العلاقات التونسية السورية ستكشف المستور عن عمليات تسفير نحو 5000 شاب تونسي للقتال في بؤر الإرهاب. أسماء من مول وخطط ونفذ الأعمال الإرهابية في تونس وسوريا ودول أخرى ستظهر. تحقيقات وشهادات ستطيح بمن قتل قيادات سياسية تونسية وجعل تونس ممرا للإرهابيين. حملة قيس سعيد ضد اجتثاث قيادات حركة النهضة الإخوانية باتت أقوى. موقوفون وتسجيلات وأدلة سيتبادلها الطرفان لإغلاق صفحة الإرهاب. ما قبل التقارب التونسي السوري لن يكون كما بعده. ساعة الحساب انطلقت واعتقال الغنوشي ليس سوى البداية. فهل تكشف حقيقة ارتكابات الإخوان كاملة؟